مساء الخير. بالنسبة لموضوع المصانع والمعامل اللي عم بتلوث بمياهنا وأراضينا، لأمتى بده يضل الوضع ساكتين عليه؟ ولأمتى بده يضل في تدخل من طائفة أو حزب لحماية هيك أشخاص؟ هذا الموضوع موضوع جرمي، مش موضوع بسيط، موضوع قتل متعمد للإنسان، للثروة النهرية، للنبات وللأرض. وخاصة أنه كان في تنبيهات مسبقة من وزارة الصحة ووزارة البيئة والوزارات المختصة عن مدى تسمم اللي ناتج عن معاملكم ومصانعكم. وبذات الوقت ضليتكم على عدة سنوات تحطوا أموال بجيباتكم بجيوبكم وبجيوب نسوانكم وأولادكم، وآخر همكم إنه صحة المواطن اللبناني والأطفال اللي عم بتموت بأمراض مختلفة لحتى ما نشدد على مرض واحد. وبذات الوقت ما فرقني معكم شيء. ليه؟ لأنه في أموال ممكن تدعمكم، لأنه في خلفيات سياسية وحزبية ممكن تقف حدكم، بس هالمرة لا. هالمرة الشعب اللبناني رح يتابعكم مع القضاء والجيش اللبناني والأجهزة المختصة بالدولة اللبنانية. ما بيسوى بقى نسكت عن هيك حالات جرمية وأنتو ما عندكم أدنى ضمير الإنساني. ما بعرف أنتو من شو، من أي طين، من شو معجونين؟ هل انت يا صاحب المصنع وانت يا الوزير والنائب واكس واجرك وزد كلياتكم عم تشتروا الخسات تبعيتكم من فرنسا يعني، او من الصين؟ لا، بالصين كمان في مشاكل، بس منين عم تجيبوا انتو الاكل تبعوكم؟ البندورة الخسي الملفوفة تبولي اللي انتو بتتفاخروا فيه مش من هالارض؟ تنفترض جدلا ان انتو ما بتروحوا على الاسواق الشعبية لانه مش من قيمتكم، عم تروحوا على مولات فخمة وعم تشتروا منها هيدي الخضرة. هل يا ترى انه هيدي المولات مش جايبة مزروعاتها من هاي المناطق؟ شو بعرفكم؟ اللي بنعرفه انه هيدي مليون بالمية حتسبب امراض، اذا مش آنية فبعد فترة زمنية قصيرة جدا، ورح تدخل كمان بالجينات لأولادكم لأطفالكم لأحفادكم. ما بيكفيكم بقى طمع جشع؟ ما بتخافوا؟ طيب إذا ما بتخاف من الله، ما بتخاف من الموت؟ ما بتخاف على بنتك أو على ابنك أو على قرايبينك اللي بيفوتوا على المستشفيات؟ لو معك مصاري تحكمهم فهذا فيه ما له علاج. بعض الأحيان كتير المصاري ما بتنفع، وأنا بحكيكم كطبيب. بتمنى من الدولة اللبنانية إنها تكون قاسي وصارمة وحازمة لتحل المشاكل من جذورها، تقضي على كل هالفاسدين والمفسدين في المجتمع اللبناني. إجاكم عدة إنذارات وتنبيهات، شو كان عندكم؟ وإجاكم حتى في بعض الأحيان كنا عم نقرأ إنه إجتكم أموال من مؤسسات أجنبية وألمانية وغيرها لحتى تساعدكم بشراء أجهزة تكرير. راحت الأموال لمين؟ يعني طيب ممكن الدولة اللبنانية مش بس تقفلكم المصانع بالشمع الأحمر، وهالعمال بدكم تدفعوا لها خصم عنكم الأموال تبعيتها مستحقاتها الشهرية لحتى كان وجدت حلول، لو بده يضطر إنه نحط إيد الدولة على حساباتكم الشخصية المصرفية. لو الدولة اللبنانية حطت إيدها على المصانع حتى وشغلتها هي، وهي تدفع أجور للعمال، وهي اللي حطت مولدات التكرير، بعد فترة زمنية بدكم تسترجعوها؟ ما بتسترجعوها إلا ما تدفعوا كل فرنك دفعته الدولة مع تعويض لحتى تاخدوا مصنعكم ترجعوه. بتمنى من كل مواطن لبناني شو ما عنده تصوير، سندات، كل شي يكون مثبت ويقدموا إخبارات، ما حنستسلم.
أنا بدعيك يا مواطن يا لبناني يا شريف، ما بدع المواطن اللبناني لإيديه وإجريه شو بيقولوا المثل، غرقانين مع هالزعران تبعولهم بالتلوث والزعبرة والطائفية والمذهبية والحزبية. عم بحكي بشكل مباشر، وهذا الفيديو ما حاعمل له مونتاج، مثل ما طلع الحكي من القلب حابب يوصل هذا الحكي للقلب. بقول انا نحن دائما انه لا قضاء فوق القضاء اللبناني ولا قوة فوق الجيش اللبناني. هو اللي احنا بحياتنا بالدنيا هن السند، القضاء النزيه والضابط والعنصر النزيه، ونحن كمواطنين لبنانيين رح نكون كتف على كتف. وبتمنى وبرجع بعيد انه كل مواطن لبناني شو في عنده يقدر يقدم من اخبارات موثقة. نحن ما بدنا تشفي من حدا ولا بدنا انتقام من حدا، نحن بدنا اياه يكون قانون العدالة الانسانية نمشي فيه، لخارج انه يشتغل ويفيد مجتمعه ويستفيد صحتين وعافية على قلبه. أما اللي بده يشتغل ويعطي أموال بسيطة جدا ويضر المجتمع من تربة من مياه من أشجار مزروعات من حيوانات من ناس، حد 60 جهنم ما يرجع، ولازم يكون مكانه هذا بالسجن لو معه ملايين ومليارات الدولارات. هذا محله بالسجن. هذا يا حضرات القضاة المحترمين، هذا فعل جرمي، في قتل. أنا بحكي من خلفيتي كطبيب، هذا في قتل، قتل للثروة الحيوانية، قتل للناس، قتل للثروة العشبية والأشجار والتربة. هذا الشيء ما بينسكت عنه، هذه حالة طارئة تعتبر، أعلنوا حالة الطوارئ بهذا الموضوع، وطبعا بغير مواضيع، ولكن هذا عم بتمس لقمة عيش كل إنسان عايش على الأرض اللبنانية، يعني اللبناني وغير اللبناني. أنا ما بعتقد إنه عم تضل طياراتكم تجيب لكم موني من برا مطرح ما في رقابة، لا. فلهالشي هذا بتأمل إنه قد ما فيكم تنشروا هذا الفيديو، لأنه هذا الفيديو هو عبارة عن صرخة ألم ووجع مواطن لبناني يمكن مش عايش حاليا بيناتكم، ولكن عم بشعر معكم كل يوم بيومه، وعم بتألم يمكن حتى أكثر منكم، لأنه دائما بيكون خارج عم بينظر من الخارج بيتأمل بيتألم أكثر وبيكون عنده تأمل أكبر. أنا كمواطن لبناني كسابقا مسعف بالصليب الأحمر اللبناني، كان لي الشرف أنه أديت خدمتي لكل المواطنين اللبنانيين من دون أي تمييز، بدون أي تميز وتمييز. كان لي الشرف خدمت 3 سنين معهم. بتأمل أنه هذا الكلام يوصل لكل مسؤول، لكل مواطن لبناني، ومش حنسكت، وإن شاء الله كل ما نشوف فيه أخطاء حنتابعها بفيديوهات، وحنخلي العالم يكون عنده تنوير أكثر وأكثر. وبقولكم شدوا الهمة، ما تيأسوا ولا تستسلموا بالقرار الجدي والحزم بالقرار، بيتغير لبنان الأفضل، مش بس لبنان، أي مجتمع بالعالم بس يكون فيه قرار جدي وصارم بيغيروا المجتمع للأفضل. شوفوا، ما حأعطي هلأ مقاربة، ولكن كلمة صغيرة، شعب التتار كيف كانوا المغول من زمان، قديش احتلوا تقريبا ربع الكرة الأرضية يمكن أكثر، وشعب الفايكنج، شعب الفايكنج، رو تاريخ الفايكنج، شوفوا هلأ من هني شو هي الحضارة تبعيتهم والرقي الإنساني اللي عايشين فيه، وشوفوا التتار كيف بعضنا عايشين. هيدي إمبراطورية وهيدي إمبراطورية كانت. فإذا
المشكلة بالإنسان نفسه وبالقدرة والحزم على التطور، ويقول أنا بدي أسعى للأفضل لا ولادي ولا أحفادي، ويصر عليها مهما كانت النتائج، فبيوصل ويتحسن. باي باي.